لو انت قلبك حجر فانت هتبكي على قصة البنت دي اللي قدام حضرتك دي. اسمها عبير عادل من محافظة الكاليوبية بجمهورية مصر العربية، كانت حنتها من كام يوم. واللي ما يعرفش يعني ايه حنة، انا هوضح لكم الموضوع. عندنا الفرح في مصر بيكون عبارة عن يومين، يوم الحنة ده بيكون اليوم الاول، والعروسة بتكون عاملة قاعدة قدام منزلها، وبيتجمع بقى اهلها واصدقائها وحبايبها، وبيكونوا موجودين حواليها والكل بيكون مبسوط. وكذلك العريس بيعمل نفس القعدة في نفس اليوم أمام منزله. لكن تاني يوم الحنة بيكون يوم الزفاف، يعني بالبلد كده يوم الدخل. عبير بقى يوم حنتها جالها اتصال من رقم غريب، وبالفعل تركت الحنة وانصرفت بسرعة وهي لسه لابسة فستانها، والعروسة عبير اتأخرت ساعة واتنين وتلاتة، وأصدقائها وأهلها وأصحابها بدأوا يقلقوا عليها، فكل اللي موجودين في الفرح خرجوا يبحثوا عنها. وبعد بحث أكتر من ساعة وجدوها مدبوحة ومرمية في قلب الأراضي الزراعية، والأهل والأصدقاء والجيران اتصابوا بالفزع، وكانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة له. وعريسها لما سمع الخبر اغمى عليه من الصدمة، وجلس في جنب يبكي بكاء شديد، وخدوها المستشفى وتأكدوا اللي هي توفت. وتاني يوم حملوا نعشها وتم دفنها. والعريس ما كانش بيوقف بكاء، والكل كان زعلان عليه، لان بدل ما كان ياخد عروسته لشقته خدها لابراها، لانها في الاساس في حجم زوجته. وطبعا اتعمل عزاء كبير، وعريسها اللي كان بياخد العزاء طبعا قبل اهلها. والشرطة بقى لما اشتغل التحريات وتتبع تليفونات، قدروا يوصلوا للرقم الغريب اللي كلم العروسة قبل قتلها. الغريب بقى ان العريس اخر رقم اتصل عليه وقال لها عايزك في موضوع ضروري، وحدد مكان معين، مكان كده بعيد عن العين. ولما عبير راحت تقابله طبعا زي المجنون علشان تعرف ايه هو الموضوع، كان هو في انتظارها بالسكينة، واول ما دخلت عليه وبدون اي كلام جرس السكينة في قلبها اكتر من مرة. اللي زعلك بقى ان هو مش زوجها بس، ده كمان ابن عمتها، وعايشين في نفس المنطقة. ولما حققوا معاه وسألوه ايه السبب وليه انت قتلتها، قال لهم اللي هو ما كانش بيحبها، وان هو اتجوزها بس ارضاء لوالده ووالدته، وقال كمان ان هو بيحب واحدة تانية، علشان كده اتخلص من عبير. يعني هو قتل عبير وملهاش اي ذنب، كل ده علشان بيحب واحدة تانية، قتل فرحتها وحرم اهلها منها. كان ممكن تسترجل وتقول لاهلك اللي انت مش عايزها من اول، لكنه اختار طريق الشيطان. الله يرحمه ويكفينا شر الخونة والخيانة. ياريت بقى لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتدعمني بلايك.